يسعدني أن أتوجه إليكم اليوم بالشكر لمشاركتكم معنا اليوم في هذه الورشة بين وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرة الإدارة والشركاء الفنيين والماليين لبلادنا. وتندرج هذه الورشة في إطار رغبة فخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد ورد الشيخ القزواني في تسخير التكنولوجيات الرقمية من أجل عصرنة الإدارة وزيادة الشمول الاجتماعي وتعزيز الابتكار وتوطيد منافسة الاقتصاد الموريتاني. وهو ما تجلى في اعتماد الأجندات الوطنية للتحول الرقمي 2022-2025، والتي ستكون المرجع الأساسي لإطلاق المشاريع الجديدة في مجال التحول الرقمي. أيتها السيدات، أيها السادة، تشكل هذه الورشة فرصة سانحة لتبادل المعلومات مع الشركاء الفنيين والماليين بشأن مهام الوزارة وأهدافها وأولوياتها ومجالات تدخلها، كما أنها تمثل إطارا جديدا لإشراكهم وتعبيتهم حول الأجندة الرقمية وتطوير الشراكة معهم من خلال إنشاء آلية دائمة للتنسيق الفاعل والمثمر لضمان تنفيذ سليم لهذه الأجندة والاستفادة من الفرص والموارد المتاحة. أيتها السيدات، أيتها السادة، ستناقشون خلال هذه الورشة مواضيع بالغة الأهمية بالتوجيهات الاستراتيجية لقطاعنا كالبنية التحتية الرقمية والإطار القانوني والتنظيمي والدعم لقطاع التحول الرقمي وزيادة الأعمال الرقمية والابتكار والإدارة الرقمية والكفاءة والكفاءات الرقمية والثقافة الرقمية والثقة في الرقميات، وكل ثقة في أن نتائج أعمالكم والتوصيات والمخرجات التي ستصدر عنكم سيكون لها بالغ الأثر في تحسين أداء القطاع وتعزيز التعاون بين بلادنا وشركائها الفنيين والماليين. وفي الختام أعلن على بركة الله افتتاح الورشة بين وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة والشركاء الفنيين الماليين لبلادنا، راجيا النجاح والتوفيق لكم جميعاً.